أحمد عيداني رئيس جمعية الحمامة البيضاء على هامش هذا اللقاء حول برنامج مؤسسة ترابية دامجة اللي قدمنا أولا الأهداف من هذا اللقاء بمدينة العرائش. شكرا. الأهداف المتوقعة من هذا اللقاء هو أولا تقاسم مشروع سياسة ترابية دامجة مجتمع مدني موازي مع مجموعة من الفاعلين والفاعلات، وهي فرصة كذلك أو هدف أن نشخص واقع الجمعيات في مستوى البنيات ديالها، في مستوى حكامة ديالها، في مستوى تفاعلها الإيجابي أو السلبي مع كل المبادرات ديال الشأن المحلي. هي فرصة أو هدف كذلك للتعريف بجمعية الحمامة البيضاء والبحث والتنقيب على مجموعة ديال الفعاليات اللي يمكن أننا سنعمل بشكل تشاركي من أجل تعزيز قدرات المجتمع المدني على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة كي يصير مجتمعا منتجا، مجتمعا قادرا على إنتاج قوة اقتراحية، مجتمعا قادرا على أن يحاسب وأن يطالب بالمحاسبة ديال المسؤولين في إطار طبعا القوانين والضوابط الأخلاقية والقانونية المعمول بها على المستوى الوطني. أهم الخلاصات اللي تمخرت عن الورشة اللي اشتغلت حول الترافع والتشارك يعني والمشاركة. أهم خلاصة هو أولا تعهد الفاعلين خاصة المؤسسة المنتخبة من مجلس إقليمي أو الجماعات الترابية ديال العرائش للعمل بشكل تشاركي وبشكل تضامني مع أولا جمعية الحمامة البيضاء ومع شركائها ومع جميع الجمعيات التي حضرت اليوم على أساس أولا صياغة برنامج عمل لتقوية وتعزيز قدرات الجمعيات العاملة في جميع المجالات: الإعاقة، الطفولة، المرأة، البيئة، الثقافة، الرياضة، وكذلك تعزيز الجانب المؤسساتي أي تقوية قدرات المنتخبين والمنتخبات. هناك خلاصات كذلك اللي استخرجناها وكما سبقت وأشرت لها هو تشخيص أولي لوضعية مجموعة ديال الجمعيات على مستوى الإقليم، واللي ممكن أنها ستكون جمعية رائدة في المستقبل في إطار تقوية قدراتها في إطار هذا المشروع هذا ديال جمع سياسة ترابية دامجة مجتمع مدني موازي. الخلاصات هي عديدة. تقرير وأنا يسرت واحد الورشة بينت على أن ضرورة الخلاصات أننا باش يكون هناك مشاركة والتشاور، يجب الدعم، يجب أولا احترام القانون، يجب تفعيل القانون، يجب من الإمكانيات البشرية وتقوية قدراتها المعرفية وكذلك تقوية المهارات ديالها التدبيرية. هناك مهارات لكن الصقل ديالها والاستثمار ديالها في مجال الديمقراطية التشاركية لازلنا لم نصل لهذا المستوى هذا. وهذه أهم خلاصة لاتفق عليها الجميع، أن اليوم حان الوقت لتعزيز الأدوار الدستورية للمجتمع المدني لكي يتابع ويقيم السياسات الترابية بشكل عام. نعم. ويقدم كذلك أن يكون واحد من روافد ديال المحاسبة لكل المسؤولين والمتحدثين. نعم. توصل الجمعية اللقاءات الإقليمية، اللقاء المقبل سيكون بطنجة، هل من تعريف بهذا اللقاء المقبل؟ طبعا هو هذا لقاء وطن أولا إقليمي، هذا الرابع بعد اللقاءات اللي دارت على مستوى تطوان والمضيق الفنيدق والشاون، وسوف يستمر على مستوى ديال العرائش بنفس المنهجية بمدينة طنجة، ثم يوم 19، ثم يوم 26 على مستوى عملة الفحص أنجرة بأحد المواقع، إما بالقصر الصغير أو بأحد الدواوير بهذا الإقليم بنفس المنهجية وبنفس المنطق، لأن المستشار المكلف بإعداد تقرير نهائي حول هذا
حول تشخيص واقع الحال ديال الجمعيات وقدرة ديال الترافع ديالها والقدرة ديال التشاور عندهم منهجية موحدة. وبالتالي كاينة جلسات تقديم أولا الإطار عام وورشات لاستخراج العناصر الأساسية اللي ممكن سوف نقدمها إن شاء الله في مرحلة قادمة للمصادقة عليها لاستخراج برنامج عمل لمدة 4 سنوات إن شاء الله.